محظوظ أنا لأن هذا الضيف عزيز على الجزائريين وحتى على الوطن العربي. عندما شاهدوه يسير فوق السجادة الأحمر بمدينة وهران قالوا ابن الرومية هنا في مدينة وهران. أستاذ عبد الرحمن أبو القاسم، أهلا وسهلا بك. بداية دعني أوجه تحية من القلب إلى القلب لأهلنا وجمهورنا في الجزائر، مواطنين ومقيمين، لأنه من واجبهم علينا أنه دائما نذكرهم في أعمالنا، نقدم ونصنع أعمالنا لأجلهم، فهم الحكم الأول والأخير، فدعني أقدم لهم تحية من قلبي. طبعا يضرب بك المثل هنا في الجزائر، أي شيخ يكثر الحكايات أو أي عجوز تكثر الحكايات يقول له ابن الرومية أو ابنة الرومية. شوف، ابن الرومية، لنتحدث قليلا عن هذه الشخصية، هو من خلال مسلسل وعمل درامي يسموه الفانتازيا التاريخية، والفانتازيا التاريخية ليست تاريخا، هي تحاكي التاريخ لكنها ليست حقيقية. لكن ابن الرومية في هذه الحكاية في الفانتازيا التاريخية لم يكن هناك تلفزيون ولم يكن هناك إذاعة ولا يوجد صحف مقروءة أو وسائل إعلام مرئي وسواها، كان يوجد ابن الرومية أو من هم على شاكلة ابن الرومية الذين يروون الأحاديث ويروون الحكاية للناس، فكانوا هم عبارة عن التلفزيون وعن الإذاعة وعن الصحف الرسمية، كانوا أحيانا يؤلفون الحدث بأدمغتهم وينقلونها إلى الجمهور، وأحيانا تكون الحكاية مرتبة ومتفق عليها. من هون أنا في اعتقادي جاءت أهمية ابن الرومية، لأنه نحن العرب بشكل عام نحن شعب حكاية، احكي لي حكاية ظل مستمعا ومنصتا إليك طوال الوقت. طبعا أستاذ عبد الرحمن، قلت سابقا أن من أقرب الأعمال إلى قلبك مسلسل الجوارح ومن ثم الكواسر والبواسل، وفي نهاية البواسل شهدنا بأن قبيلة ابن الوهاج تتعرض إلى هجوم. انتظرنا بعد البواسل جزء آخر لكن ما زلنا ننتظر هذا الجزء، أين هو؟ هو يجب أن يتخيل الجمهور لأنه غير متوفر ولم يعني نصور هكذا، لكن دائما الكتاب يجعلون النهايات، نهاية أعمالهم التلفزيونية مفتوحة بحيث أنه ينتظر المشاهد ماذا سيحدث بعد ذلك. وهذا سؤال سئلته كثيرا الحقيقة، لا يوجد جزء آخر، ولكن هي الحكاية انتهت عند هذا الحد. يحكى يا قوم في البلاد البعيدة كانت تعيش امرأة، هذه أنا حاولت أن أقلد ابن الرومية في إحدى أدواره في الكواسر والبواسل والجوارح. الجزائريون مشتاقون لحكايات ابن الرومية، ممكن تعطينا مقطع من مقاطعك المشهورة؟ تخيل أنك أمام ابن الوهاج، أمام الباشق والقعقاع، وفي حضرة خالد العربي. الحقيقة لا يعني لا أذكر من الحكاية شيء، لأنه هذا منذ زمن انتهى. الفنان الممثل يحفظ الروايات ويحفظ دوره وشخص ودور أدوار اللي محيطة فيه كمان أيضا، ولكن بعد انتهاء العمل يمحى هذا من الذاكرة، لأنه يكون في عندك حالة استعداد لعمل آخر، والذاكرة تحتاج إلى فراغ من أجل أن تعبأ من جديد كالبطارية، يشحن الدماغ من جديد في دم جديد وسيناريو جديد وعمل جديد. يا سيدي أعطينا حكاية وأنت تعود إلى دمشق، احكي لنا حكاية، ماذا سيقول ابن الرومية عن مدينة وهران؟ هناك في وهران التقيت بالصدفة وفي محض الصدفة، التقيت بشاب قال لي إنه مذيع في التلفاز وأراد أن يجري معي لقاء تلفزيونيا، قلت له على الرحب والسعة، لكنني فقدته وبدأت أبحث عنه ولم أجده. رآني في اليوم الثاني قال لي يا أستاذ أين كنت يا أستاذ، نحن بنتظار. قلت له بحثت عنك بالأمس ولم أجده،
فقال الآن سنجري الحديث. وبعدها نظرت حولي فلم أجد يختفي ويذوب كما يذوب السكر أو الملح، إلى أن اصطادني هذا اليوم وقال سنجري حوارا. فقلت له أنا مستعد للحوار، ولكن دعني أمسك بك أولا حتى لا تفلت من يدي مرة أخرى. أمسكت به وهو أنا. ابن الرومية يقصدني. طبعا في إحدى المرات جمعك لقاء مع أبو عمار ياسر العرفات على ركح المسرح، ماذا تتذكر من ذلك اللقاء؟ أنا المدير العام لفرقة المسرح الوطني الفلسطيني، ونحن قدمنا من خلال فرقة المسرح الوطني الفلسطيني الكثير من الأعمال المسرحية، فهو شاهد أحد هذه الأعمال وكرمني في يومها وأعطاني ميدالية القدس من الدرجة الممتازة، ولا أنسى هذا التكريم ولا أنسى ياسر عرفات، لأنه نقطة علام في تاريخ الشعب الفلسطيني وربما يكون في تاريخ الشعب العربي أيضا. هل يمكن القول بأن عبد الرحمن أبو القاسم فنان مسرحي خطفته الدراما؟ لا 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 إطلاقا. أنا لا يخطفني شيء من المسرح، قلت لك في كل عام عندي عرض أو عرضين مسرحيين، على الأغلب مونودراما أقدمها في كل الأوقات في سوريا بشكل عام يعني، وأشارك في بعض المهرجانات بشكل خاص، وأنا على استعداد إذا دعيت إلى الجزائر أن آتي إلى هنا وأن أقدم عدد من الأعمال المونودراما التي اشتغلت عليها. دعيت العام الماضي حقيقة للمشاركة في مهرجان في الجزائر كان، ولكن للأسف يبدو أن الدعوة جاءت متأخرة. حكى لي موظف السفارة الجزائرية في الجزائر عندما جئت الآن، قال لي تصور أن الدعوة جاءتنا بعد شهر ونص من محاولة سفركم. فنعتذر، تقول لا تعتذر على بالك، أوكي هكذا هي المسألة. ماذا قدم عبد الرحمن أبو القاسم للقضية الفلسطينية من خلال المسرح والدراما والسينما؟ أنا مسكون بالهم السياسي، لذلك كل أعمالي التي قدمتها والتي أقدمها وسأقدمها هي حالات تحكي السياسي، لأنه نحن الشعب الفلسطيني السياسي أخرجتنا من بلادنا، السياسي شردتنا، السياسة فعلت فينا الأفاعيل، لذلك أنا أريد أن أنال من هذه السياسة. وقدمت عدد من المسرحيات أغلبها مونودراما وكانت تحكي في الشأن الفلسطيني وفي الطريق إلى العودة، منها بيان شخصي قدمته هنا في الجزائر منذ عدة سنوات، وتغريدة أبو السلام أيضا قدمتها في دمشق، وكان المفروض أن نقدمها في الجزائر ولكن لم يتسنى لنا ذلك، قصة حديقة الحيوان للكاتب الأمريكي إدوارد أولبي قدمناها أي ثنائية في دمشق أيضا. الآن يسكنني مانديلا، يسكن تلافيف دماغي، لذلك اتفقت مع أحد الكتاب السوريين وهو شاعر وكاتب مسرحي اسمه سمير المطرود أن نعمل على مونودراما اسمها مانديلا الفلسطيني، ومن خلال مانديلا الفلسطيني سنتكلم عن الخلاف الفلسطيني الفلسطيني، عن البعثرة والتبعثر في الشتات للفلسطينيين بشكل عام، عن هجرة الطاقات الشابة الفلسطينية من الوطن العربي إلى أوروبا الآن التي فتحت أبوابها لتحتضن الجميع، سوريين وفلسطينيين وحتى أفارقة يريدون حقا في أوروبا، أوروبا البلد العجوز التي تحتضر، يريدون أن يبثوا دما جديدا في أوصال أوروبا، فكان الدم هو دم عربي وفلسطيني. وبالتالي يعني أنا حتى ولدي ابني ذهب الآن في ألمانيا هو وزوجته وأولاده، بالرغم أني وقفت ضد هجرته، لكنه قال لي يا أبي أنا ماذا أفعل هنا، لا أستطيع أن أحقق ذاتي
وأنشئ عائلتي بشكل الذي أريد. يعني أحيانا تجد أن هناك يعني في 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 حق بالسفر، ولكن كنت أتمنى لو كان هذا السفر إلى الوطن العربي وليس إلى أوروبا. أستاذ عبد الرحمن أبو القاسم، كان لكم حضور جميل في ولاية معسكر. طبعا هذه المدينة التاريخية لها علاقات مع دمشق، مع يعني سوريا والجزائر، ذلك الرابط الروحي الذي يربطها من خلال الأمير عبد القادر. ماذا سجلت ذاكرتك وأنت تدخل مدينة الأمير عبد القادر؟ معسكر يعني أنا عندما ذهبت إليها وعبر سلسلة الجبال المترامية الأطراف وصعدنا إلى أعلى قمة وكانت معسكر، أدركت لماذا خرج من معسكر رجل كبير جدا ومقاوم جدا اسمه عبد القادر الجزائري، واستطاع أن يحقق ثورة جزائرية بشكل عام، واستطاع أن يحقق النصر لبلده ولأمته ولناسه. أنا زرت مقام الأمير عبد القادر الجزائري في دمشق، وصورت فيلم هناك عن فيلم عن الأمير عبد القادر وفي في 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 موقعه الأصلي. وبالتالي نحن بالنسبة لنا الأمير عبد القادر ليس زعيما جزائريا فقط، هو زعيم عربي بامتياز. الممثل الكبير عبد الرحمن أبو القاسم، محظوظ أنا مرة ثانية وثالثة ورابعة، شكرا جزيلا لك. أشكرك يا سيدي، أشكر أحاسيسك حاسة بما فيهم الحاسة السادسة قبلان.